يتسبب تلوث الهواء بوفاة نحو 6 ملايين شخص سنوياً حول العالم. حوالي نصف هؤلاء كانوا ضحايا نوعية الهواء السيئة في الجو. وتكثر الملوثات، إلا أن أكثرها ضرراً هي الجزيئات المجهرية الموجودة في الهواء، وهي تنتج عن الأنشطة الزراعية والأنشطة الصناعية والنقل البري ومواقد الحطب. أما أدق الجزيئات التي تنبعث من الوقود كالديزل فهي الأخطر، وغالباً ما تكون هذه الأخيرة سامة، وهي تتسلل إلى عمق الجهاز التنفسي وقد تدخل إلى مجرى الدم. غاز الأوزون هو أيضاً من الملوثات، طبيعياً يتواجد في طبقة الستراتوسفير، ولكن في الجو يصبح غاز الأوزون خطراً صحياً، وهو وليد تفاعلات كيميائية بين أكاسيد النيتروجين والمركبات العضوية المتطايرة، وذلك تحت تأثير أشعة الشمس، وهذه المركبات تنتج بشكل خاص عن أدخنة العوادم. وقد يلحق الأوزون أضراراً بالنباتات، أما في جسم الإنسان فقد يؤدي إلى التهاب الرئة والقصبات. ننتقل إلى أكسيد النيتروجين الذي يتكون بسرعة خلال عملية الاحتراق في محركات السيارات ومنشآت الطاقة، ويتفاعل هذا الأخير مع الرطوبة في الهواء ليكون بخاراً من حمض النتريك الذي قد يزيد من حدة الالتهاب الرئوي ومشاكل صحية أخرى. وتؤدي الأنشطة الصناعية أيضاً إلى انبعاث ثاني أكسيد الكبريت والبنزين والأمونياك ومعادن سامة كالرصاص والكادميوم التي قد تؤثر على الرئتين والعيون والجهازين الهضمي والعصبي.